بارك الله. شفت العين ايه الخضراء الشمالية الجنوبية امتداد مجرى وادي جازان بالتحديد، الأراك المنتشر، الكبات الممتلئ، خيرات ربي ما شاء الله تبارك الله، عناقيد. شفت العين ما شاء الله تبارك الله، عاد اللي بيجي هنا بيستمتع بالعصرية وياخذ وقته ما شاء الله في جني فاكهة الكبات. الأراك ما شاء الله على امتداد الوادي ما شاء الله تبارك الله بين أشجار الأراك، بحثا عن هذه الفاكهة اللذيذة. ما عارف حمزي ما شاء الله تبارك الله عناقيد، الله يطرح فيها الخير والبركة كهو عارف. طبعا الموقع ما شاء الله تبارك الله الخضراء الجنوبية الشمالية على امتداد مجرى وادي جازان. شوفت العين كثافة الشجر الأراك، بالتالي كثافة أيضا فاكهة الكبات ما شاء الله.